مساء السعادة، مساء الحب، مساء الخير عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقة النهاردة هتتكلم وتهم كل أم وكل أخصائي تربية خاصة وكل من هو بيتعامل مع مجال ذوي الاحتياجات الخاصة والتربية الخاصة. الحلقة النهاردة بتتكلم عن حاجة ممكن ما نسمعش عنها كتير في مصر ومش بتطبق كتير في كتير من المراكز. علشان أنا لقيت الموضوع مهم ويشدني أنا عملت لكم الحلقة دي. الحلقة النهاردة هتتكلم عن أطفال التوحد. طبعا بتسمعوا طفل توحد، كل أم تقول طفل توحد يعني ابني فقد كل مقومات الحياة، ابني يا ريته ما جه، ابني هفضل عايشة بطفل معاق مش عارف يتعامل مع الناس أصلا. لا، احنا جينا لكم النهاردة ونقول لك ازاي او ايه اللي تقدري تعمليه مع ابنك، ولكل أخصائي تربية خاصة ازاي في استراتيجية مع دكتور مهم هيقول لنا هي تتطبق ازاي، ودي هتفيدك جدا في التعامل مع أطفال التوحد. معانا ومعاكم النهارده دكتور ايمن محمد علي، اخصائي التربيه الخاصه والتخاطب ومدير مركز الهمم بالمملكه العربيه السعوديه. يعني مش اي حد، حد مهم جاي لكم بمعلومات من بره يطبقها ويفيدكم بيها في البرنامج بتاعنا. اهلا بيك يا دكتور ايمن، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. نورتنا جدا في البرنامج والله. عايزين نعرف يا دكتور ايمن، انت قلت لي احنا في البرنامج بتاعنا هنتكلم عن حاجه اسمها اللي هم ازاي ندمج طفل التوحد مع الاطفال العاديين في التعليم وفي المدرسه. طبعا ده محور كلامنا، بس قبل ما ندخل في الموضوع ده عايزين نعرف كل حد بيشوفنا مش فاهم يعني ايه طفل توحدي، وكمان نقول ايه الفرق، او التوحد ده هو اضطراب ولا هو مرض، لان في كتير من الاخصائيين بيقولوا عليه مرض التوحد. تمام. هو أولاً التوحد أو المفهوم الحديث هو طيف التوحد يعتبر اضطراب نمائي وليس مرض، لأن مرض طبعاً يعرف أسبابه وأسباب المسببة ليه وكذلك العلاج القاطع ليه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على اضطراب. اضطراب هو البعد عن السوية زي ما بنقول يعني. تمام. بالنسبة لطيف التوحد أو الطفل طيف التوحد نقدر نقول عليه هو الطفل لديه اضطراب نمائي بيظهر في السنوات الأولى من العمر. تمام. بيتميز بعدة نقاط لازم تتوافر فيه عشان أقدر أحكم عليه أنه هو طيف توحد. تمام. من هذه النقاط أولا لازم يكون عنده قصور في التواصل والتفاعل الاجتماعي. صح. تمام. يعني قبل كده كنا بنقول أن في مشكلة في التواصل الاجتماعي وكان بيتم التشخيص على كده، ولحد 2013 بعد كده وجدنا أن في مشكلة في التفاعل الاجتماعي، فبدأ نقول أن من ضمن الشروط لازم يكون في قصور في التواصل والتفاعل الاجتماعي. تمام. يعني هو مش بيعرف يتعامل ويتفاعل مع المجتمع. تمام. مفيش مبادرة، ما عندوش المبادرة في ان هو يتفاعل مع الآخرين. ممكن يصل لدرجة التواصل لكن ليس عنده المبادرة انه يكون في حوار متبادل، ودي مشكلة عند الطفل التوحد. نقطة تانية هو قصور في التواصل اللفظي والغير لفظي. تمام. فعلا كلامهم بيكونش يعني بيكون عندهم مشكله دايما في التخاطب. تمام. ده شق اللغه بيبقى في قصور واضح جدا على طفل التوحد، بالاضافه الى الشق الغير لفظي. تمام. الغير لفظي اللي هو تمثل في الايماءات، استخدام الجسم، لغه الجسد او البادي لانجويج مش موجوده عنده بشكل كافي، ما يقدرش يتفاعل مع المواقف الاجتماعيه المختلفه اللي بنلاقيها على بعض الاطفال، فبالتالي دي بتبقى نقطة موجودة عند طفل التوحد. تمام يا دكتور. طب في بقى معلومة أو معتقدات خطأ كده عند بعض الأخصائيين وبعض الأمهات بتقول يعني ما ابنها شخص توحد تقول أو أخصائي يقول ده ابنك جاله توحد من التلفزيون ومن الشاشات اللي أنت ماسكاها له 24 ساعة. هل فعلا الشاشات والتلفزيون والتاب واللاب ممكن يجيب للطفل توحد؟ احنا ما نقدرش نقول ونجزم إن في هي سبب قاطع، ولكن نقول هي عامل من العوامل المساعدة. يعني أدمغة الأطفال بتتفاعل مع الأشعة اللي خارجة من الشاشات وبتجبر الطفل أنه يتواصل بشكل معين. في أدمغة مهيئة أن هي تمشي مع هذا الرتم من التواصل، فبالتالي تظهر عليه بسرعة صفات أو سمات التوحد. بالتالي نقول هو عامل مساعد، لأن لو هو سبب مسبب وقاطع في الكلام ده يبقى كل الأطفال اللي بيتفرجوا على الشاشات عندهم طه هيجي لهم توحد، فبالتالي ما اقدرش اجزم اجزام يعني ان عندي الشاشات هي سبب قاطع. تمام. ولكن هي بتعمل مشاكل في التواصل عموما، حتى الطفل يكون نورمال لما بنعرضه لشاشات كتير والتليفون بنحس ان لغته متغيره، التواصل بتاعه مش زي الاطفال اللي هي بتستخدم شاشات بشكل اقل.
تمام. فبالتالي احنا من باب الحرص ان احنا نقلل موضوع الشاشات والتليفون عند الاطفال. تمام يا دكتور. طب احنا نرجع بقى لموضوعنا المهم جدا، انت قلت لي ان احنا بنطبق استراتيجيه مهمه جدا بره، تمام، في السعوديه طبعا حضرتك يعني هتنقل لنا كل خبرات الدول العربيه اللي بره هنا، والاستراتيجيه دي فعلا مش متداوله خالص في مصر. الاستراتيجيه حضرتك هتقولها لنا دلوقتي، موضوع حلقتنا حضرتك قلت لي هنتكلم ازاي ندمج طفل التوحد مع الاطفال العاديين جوه المدرسه وجوه الفصل، ازاي بقى؟ تمام. هو طبعا فكره الدمج طبعا من حق اي طفل انه يدمج في التعليم او انه ياخد حقه في التعليم. فاحنا طفل التوحد او الاحتياجات الخاصه عموما لازم نحاول، او من اهدافنا ان احنا مش بس ناهله، احنا كمان ناهله انه يتفاعل مع المجتمع الخارجي. ودي جت فكره الدمج، انه لازم يكون في دمج، بس طبعا لازم يكون في شروط معينه للدمج. مش هجيب اي طفل صح. طفل توحد بالتحديد بيبقى عنده في مشاكل كتيره جدا في التواصل، في مشاكل في الاضطرابات الحسيه ممكن تعوق موضوع الدمج. يبقى بالتالي لازم انا قبل ما ادخل في الدمج لازم يكون الطفل يتوافر فيه شروط معينه عشان اقدر اهيئه الموضوع. طب تعقيبا على كلامك يا دكتور، ايه الشروط اللي انا حضرتك بتشوفها في الطفل او بتشوفوها في الطفل وتقدروا ان انتوا تقولوا الطفل دوت هنعمل له دمج مع اطفال وندخله ان هو يتعلم معاهم؟ تمام. وهل في طفل ينفع له وطفل ما ينفعلوش ولا لا؟ بالظبط. احنا بالنسبه لطفل التوحد طبعا هو في التصنيف الاخير الدي اس ام 5 التشخيصي الاحصائي اللي صادر عن منظمه الصحه الامريكيه. تمام. بيقول ان طفل التوحد قسم الى بسيط ومتوسط وشديد. تمام. طفل التوحد بدرجه بسيطه او متوسطه او شديده. فاحنا بالتالي بنبدا ندمج الفئه اللي هي البسيطه تمام مع العاديين، يعني طفل توحد بدرجه بسيطه ممكن احنا ندمجه مع العاديين. طيب بسيطه، طيب يعني في اضطرابات حسيه بشكل بسيط، اللغه موجوده ولكن فيها قصور، تمام، المهارات الحياتيه الى حد ما موجوده، على الاقل كمان مهاره دخول الحمام انه يقدر يدخل الحمام لوحده او يعلن عن دخول الحمام، دي مهمه جدا برضه في الدمج. صح. تمام. فبالتالي في نقاط معينه لازم اوفرها عشان ابدا ان انا اهله لموضوع الدمج. تمام. بعد كده بتيجي بقى فكره توفر فيه الشروط دي، ببدا بعد كده ازاي انا ادخله داخل مجموعه العاديين. تمام. ودي الفكره اللي انا بقولها اللي هي دوائر الاصدقاء. تمام. يعني يا دكتور تعقيبا على كلامك، سوري، دلوقتي مش كل طفل توحدي بدخله ان اتعمل له دمج مع الاطفال العاديين، هو التوحد البسيط، لكن الشديد والمتوسط صعب شويه. احنا بنشتغل عليهم بحيث ان احنا نقلل الدرجه، يعني نقلل درجه التوحد عنده بحيث ان هو يتوائم ان هو يدخل ضمن مجموعه الايه الدمج. تمام. وده اللي بيشتغل بقى عليه المراكز في التاهيل في اللغه والاضطرابات الحسيه وشغل السنسور انتجريشن التكامل الحسي. تمام. بحيث ان احنا نخلي الطفل يكون عنده قابليه ان هو ما يترفضش المجتمع العاديين في اول مرحله يعني. صح. تمام. طيب يا دكتور عايز اسالك بقى، بما ان حضرتك قلت لي الموضوع دوت، قول لي ايه استراتيجيات الدمج؟ يعني في كذا طريقه ان انا اقدر اعمل عليها دمج؟ تمام. في استراتيجيات كتيره جدا في موضوع الدمج بالنسبه للفئات الخاصه. يعني مثلا في اللي هو التعزيز الصفي، ان انا بعمل عمليات تعزيز داخل غرفه الدراسه او غرفه التدريس. تمام. في كمان تفاعل الاقران، يعني ده برضو بيستخدم كنوع من الاستراتيجيات. في تعديل المناهج والوسائل، ده برضو نوع من الاستراتيجيات اللي بنستخدمها. لكن انا بتكلم على موضوع دوائر الاصدقاء او سيركل اوف فريندز، تمام، اللي هي تشكيل دوائر من العاديين، تمام، يدخل جواها طيف التوحد. تمام. تمام. بعد ما نتوفر فيه شروط الدم، ببدا ان انا اكون مجموعه العاديين بالنسبه للطفل عشان ابدا، يعني نقول بالمعنى كده ان انا ادخله داخل خليه العاديين، يعني نسميها كده. طب هو بيتعمل له تاهيل قبلها ولا بنجيب الطفل يلا هوبا ندخله وسط اصحابه؟ ده بيحصل بقى، ودي المشاكل اللي احنا بنلاقيها في مراكز كتير جدا والمدارس. وفكره الدمج اللي موجوده دلوقتي في مصر، والشادو تيتشر بيدخل اللي هو معلم الظل، بيقابل معوقات كبيره جدا جدا في موضوع الدمج. لا المدرسه بتبقى مؤهله لاستقبال طفل التوحد او ذوي الاحتياجات الخاصه، والمعلم كمان معلم الفصل ما بيبقاش مؤهل. صح. الوسائل مش موجوده، وبناخدها بشكل اسمي او شكلي. انا عايزه بس اقول حاجه يا دكتور، في مصر بقى
مدارس فيها وسائل وغرف مصادر وقافلينها تمام، مش بيشتغلوا بيها المدرس مش عارف. يعني انا بنزل وبشوف والله بشكل فعلي ان في مراكز كتير جدا في مصر موجوده، وفي غرف مصادر وفي فيها ادوات صحيح. بس مقفوله، ما فيش فيها اخصائيين او مدرب تربيه خاصه ان هو يشتغل مع الطفل. هي ده فكره الدمج عندنا، ان احنا بنقول لازم نعمل المنظومه كلها تشتغل معانا. الاخصائي يكون شغال ومؤهل، الطفل يتوفر فيه شروط الدمج، المكان موفر للوسائل والاجهزه والخطط التربويه والمتابعه، ونبدا ان احنا نشتغل بشكل ممنهج وبشكل منظم. طيب يا دكتور، تعقيبا برضه على كلامك، دوائر الاصدقاء دي يعني هي بتكون عددها كام؟ من كام لكام؟ تمام. انا بتكلم عشان انا طبقتها بالفعل، يعني هي طبعا بقى الخبرات دي هي من بره طبعا بيتكلموا عنها من سنه 2000. تمام. فكره دوائر الاصدقاء، او ازاي احنا نعمل مجموعه للعاديين يدخل جواها الطفل الطيف التوحد بالتحديد. هي ممكن تستخدم للفئات الخاصه بشكل موسع، ولكن احنا بنخص طيف التوحد لانه احنا عايزين عنده مشكله في التواصل بشكل كبير، فبالتالي احنا عايزين نطور موضوع التواصل. تمام. سواء كان بقى التواصل اللغوي او التواصل المهارات الاجتماعيه في المهارات الاجتماعيه. تمام. عدد المجموعه تقريبا ممكن احنا، انا يعني كنت بستخدمه بشكل فردي بحيث ان هو يكون العدد الزوجي بتاع المجموعه. تمام. يعني مثلا ممكن نستخدمها مثلا بشكل يكون مثلا خماسيه او سباعيه، بحيث ان هو يكون مثلا السادس بتاع المجموعه او الثامن. تمام. بحيث ان احنا داخل المجموعه هيتم عمل عن طريق ازواج، يعني ايه كل اثنين مع بعض، لان مش هعمل دمج موسع. أيوه. زي ما بيحصل في كتير ان بيجيب الطفل ويدخله داخل الفصل. أيوه. العادي، والفصل ده بيبقى فيه 60 وتلاقيه يعني قاعد في اخر الفصل المدرس بيقول له انت غبي، انت ما جاوبتش، يلا طب عمل متلازمه من متلازمات التوحد دي برضو بشوفها، يطردوا بره الفصل. ده موجود فعلا في مصر للاسف، لان طبعا احنا زي ما قلنا فكره الدمج بتتم بعشوائيه، انه بيتم ادخال الطفل داخل الفصل عنده اضطرابات حسيه، عنده مشاكل في الحواس السمعيه والبصريه والحس الدهليزي او الحس العميق، كل المشاكل الموجوده عنده دي، واقوم مدخله فجاه في الفصل، وطبعا ولي الامر فرحان عايز يشوف بادره امل وانه ما عندوش اي مشكله خالص، لكن هو كده بيدمر الطفل. صح. بيدمر حتى الاطفال العاديين ونظرتهم للطفل. صح. الاحتياجات الخاصه، وبيزيد موضوع التنمر. كنت لسه هقول لحضرتك، هل الطفل فعلا لما بيدخل جوه الفصل او جوه مجموعه من دوائر الاصدقاء دي، هنفترض ان هو داخل مجموعه، هل ما بيلاقيش تنمر من العاديين، او هل العاديين مش بيرفضوه، او هل هو مش بيرفضهم؟ طبعا لازم يتم اختيار افراد العاديين او المجموعه اللي هيشتغل فيها الطفل طفل التوحد بعنايه شديده جدا. ممكن تاخد يعني ممكن من 20 يوم الى 30 يوم ملاحظه لمجموعه الاطفال العاديين اللي هيتم اختيارهم. تمام. عشان يتم ادخال الطفل داخل الايه المجموعه. تمام. طبعا بعد ما يتم متابعتهم بنحاول ندخل فكره الدمج بشكل تدريجي. تمام. الطفل بيدخل يتعرف على الاطفال في الاول، وبعد كده بيبدا يدخل داخل المجموعه، ويبدا يتم تدريس الانشطه بشكل تدريجي. تمام. تمام. وطبعا احنا عملناها بالفعل بره وطبق بشكل كويس، ولقينا استجابه هايله جدا من الاطفال العاديين والطفل كمان طفل التوحد. طب يا دكتور، عايزه اعرف ان اصلا في العادي تاهيل طفل التوحد بياخد فرنج من سنه لست شهور، تمام، عشان نعمل له بس تاهيل، يعني ناهله ان هو يتفاعل مع المجتمع ويتفاعل مع دوت ونظرات وكده. الطريقه دي لو احنا طبقناها في مصر، او هي لما بتطبقها في السعوديه، بتاخد وقت قد ايه علشان الطفل يكون الى حد ما اتحسن؟ هو عموما طفل التوحد تاهيل مستمر على فترات نموه بشكل كبير جدا. لا بس بيبان نتيجه ملحوظه. تمام. بتبان بعد قد ايه من تطبيق يعني على حسب البرنامج وعلى حسب الشغل اللي بيتعمل، لكن احنا في داخل دوائر الاصدقاء احنا عملنا برنامج من 3 شهور ل6 شهور، وتم نجاح الطفل اللي دخل داخل دوائر الاصدقاء، اكتسب مهارات اجتماعيه، اكتسب مهارات لغويه ومهارات حياتيه، وكمان تم ادماجه في الانشطه الجماعيه كالالعاب الجماعيه والمسابقات، وبدا يندمج معاهم بشكل كبير جدا، وبدا كمان نلاحظ في الفسح مثلا او الاستراحات او الكلام ده كله، حسينا ان فعلا في تجاوب بشكل كبير جدا في الفتره البسيطه دي. بس طبعا ده يتوقف على النجاح اختيار المجموعه العاديين اللي داخلين معايا في الجروب. تمام. تمام. والطفل كمان يكون تم اختياره بدقه عشان ما يتعارضش مع البرنامج اللي احنا حاطينه. تمام. طيب يا دكتور، عايزين نعرف بقى دلوقتي، احنا خلاص
عملنا برنامج او عملنا فكره الدمج في المدارس، ومدرس التربيه الخاصه او معلم التربيه الخاصه تعاون مع معلم الفصل عشان يطبقوا الفكره دي ونجحت. ممكن حضرتك تقول لنا في البيت ماما تعمل ايه مع ابنها، او ازاي ان هي تقدر تساعده عشان برضو نوصل بيه ليفل كويس في التاهيل وفي اقل وقت ممكن؟ تمام. في الجزئيه دي بالتحديد بره لما جم يطبقوا اللي هو السيركل اوف فريندز او دوائر الاصدقاء، طبقوها على اطفال ما قبل المدرسه. يعني اساسا ما قبل المدرسه تم يعني تطبيق في البيت. يعني دور الاسره والاهل في البيت، يعني هم بداوا من البيت وبداوا يدوا توجيهات للامهات. أيوة. ان احنا لازم اطفال البيت او الاولاد اللي في البيت او الاخوه اللي موجودين في البيت بالنسبه للطفل لازم يبقى فيه مشاركه. لو حتى هنعمل لعبه جماعيه وهيتم ادخال الطفل في هذه اللعبه. لكن اللي بيحصل من امهات كتير ان اسال الطفل، الطفل بيتم ادماجه مع اخواته في البيت، فبلاقي لا طبعا وخلاص هم سلموا بالامر. ايوه انا شفت امهات كتير بره على فكره شغالين في الموضوع ده بشكل هايل جدا جدا جدا، والحالات اتطورت وساعدتنا جدا في استراتيجيه دوائر الاصدقاء. لا هو هنا بقى في مصر الامهات، انا وديت ابني المركز خلاص، يعني انا ماليش دور، هو انا بروح ادفع فلوس ليه؟ مش عشان الاقي نتيجه؟ وهي سايبه طول اليوم الموبايل ومش بتتفاعل معاه ولا بتتكلم معاه ولا اي حاجه، طبعا مفيش نتيجه. ده غير بقى الاهل في مصر هنا تنمر، انت غبي، انت ما بتفهمش، انت مش زي اخوك ليه؟ يا ريتك ما جيتش، حاجات كتير بقى من دي، وتبدا ان هي تحرجه قدام اي حد، طب خش بره، تدخله اوضه تقعده لوحده وهكذا، فده طبعا بيأثر بالسلب. طب تنصح يا دكتور اي ام او اهل يعملوا ايه لو عندهم طفل توحد، يتعاملوا معاه ازاي؟ تمام. هو طبعا بتبقى صدمه في الاول كبيره جدا ويبقى ليها عواقب كتيره جدا، لكن طبعا احنا بنتغلب على الموضوع ده ان احنا بنأهلهم نفسيا كمان انهم خلاص يبداوا يقبلوا بالامر الواقع، ونبدا نشوف ازاي هنطور الطفل. فكره الرفض او فكره ان انا لا ابني الطبيعي او ابني كويس ديت بتاخد وقت مع الامهات، لكن احنا بنأهلهم نفسيا، لازم نبدا نشتغل مع الطفل، لازم نبدا ندمجه في الجو الاسري في البيت، لازم الاب يكون شغال معايا، لازم الام، لازم الاخوه. تمام. وكمان لو في اطفال من الاقارب نحاول ان احنا كمان ندخلهم في البرنامج، بيبقى بشكل جميل جدا، ويبقى بعد كده ان شاء الله بنلاقي التعليم سهل وادخاله في مجموعه العاديين بيبقى اسهل. طيب عايز اعرف برضه يا دكتور، هل الاستراتيجيه ديت اللي هي بتاعت دوائر الاصدقاء لما طبقتوها بره على اطفال وخلته في طفل توحدي وسط جروب من مجموعه، هل دوت اثر في نفسيه الطفل ونفسيته اتحسنت بشكل كويس؟ بشكل كبير جدا. الطفل على فكره بيبقى ليهم قدرات هايله جدا لو اكتشفناها وطورناها. بعض الاطفال بيبقى عندهم الذاكره السمعيه هايله جدا، بعض الاطفال الذاكره البصريه هايله جدا. انا في طفل من الاطفال حافظ معايا صورة النساء مثلا في 3 أسابيع. يعني في عندهم قدرات كامنة احنا ما بنصدق ان احنا نكتشفها. صح. عشان نطورها بتفرق معاه نفسيا جدا، هو نفسه بيحس. هو المشاكل الحسية والاضطرابات الموجودة يعني بتزيد عنده لانه هو مش قادر يتواصل، فبالتالي بتنشأ موضوع سلوكيات غير سوية وبتزيد سوء. لكن لما بيلاقي نفسه بيتواصل مع الناس والشق ده موجود الى حد ما، يبدا حاجات كتير تتغير في سلوكياته. بس ده طبعا بنوصل للليفل ده لما يكون في اكتشاف مبكر للحاله وتشخيص سليم وفريق. بالظبط. التدخل المبكر عليه عامل كبير جدا جدا جدا. ايوه. اتعامل مع طفل توحد من سنتين تمام، غير ما اتعامل طبعا من بدايه ظهور الاعراض، غير ما اتعامل بعد 5 سنين، هتفرق. صح. كتير جدا، وهتفرق معانا كمان في التاهيل بشكل كويس. تمام يا دكتور. طيب انا عايزه برضو اعرف من حضرتك بالنسبه للامهات في البيت، هل في اكلات معينه الام تقدر تقدمها لطفل طيف التوحد عشان مثلا ما تسببلوش اي مشكله في الانتباه او اي حاجه؟ لان بنسمع ان في دكاتره لا ابنك ياكل اكلات معينه سواء في التوحد او الـ ADHD. تمام. هم عموما في التوحد عندنا احنا طبعا بيبقى في جروب طبعا شغال معانا، المفروض ان في طبيب مختص بالتغذيه، لان بيبقى في عنده حساسيات من حاجات كتير زي القمح واللبن، بتفرق كتير في موضوع الهضم بالنسبه له، ما بيتمش هضمه بشكل كويس. وفي مدرسه بتقول ان تتجه الى الحميه، يعني في مدرسه تقول احنا هنشتغل بالحميه، وفي ناس بتقول لا ما نشتغلش بالحميه. الناس اللي بتشتغل بتقول هنشتغل بالحميه، ان في فطريات تنشا من عدم هضم المنتجات الحليب. صح. والقمح في المعده وبتبدا تنتقل في الدم وتعمل مشاكل في انتقال السيالات العصبيه في المخ. تمام. دي المدرسه اللي بتقول لا يبقى احنا لازم نعمل نوقف الكلام ده وندي بدايل. تمام. ونقنن موضوع التغذيه. تمام. في ناس طبعا مشيت كتير بالشكل ده ومفيش اي تغير مع الحاميه. تمام. نحل المعضله دي ازاي؟
احنا قلنا ان احنا بنعمل حميه بشكل مؤقت، لو لقينا في استجابه في السلوك وتاثير في السلوك تمام هنبدا نستمر. ما لقيناش يبقى موضوع الحميه مش مأثر معايا في سلوكيات الطفل. طيب انا بسمع برضو يا دكتور ان اطفال طفل التوحد دولت بياكلوا يعني اكلهم غريب شويه، اما ياكلوا حاجات لينه قوي قوي قوي، اما ياكلوا حاجات صلبه. ده فعلا صح؟ هو مش يعني مش بياكلها اكل يعني، او ان هو مثلا عايز ياكل الاشياء دي، هو بيبقى فيه اضطرابات مصاحبه لطفل التوحد. زي اضطراب البيقه، ممكن ان هو ياكل الاخشاب او يعضعض فيها مثلا، ممكن ان هو بيلجا للتراب نفسه ويحط في فمه تمام، ما عندوش اي مشكله خالص، ودي تبقى شق نقص المعادن يعني. ممكن نقص المعادن يسبب موضوع اضطرابات في موضوع الاكل، ان هو ياكل اشياء غريبه. أيوة. وممكن يكون في مشاكل حسيه في الفم يعني، عنده عايز يمسك اي حاجه خشنه ويبدا ان هو يحكها باسنانه، بتعمل له نوع من الاشباع. أيوة. تمام، ده برضو احنا بنشخص السبب كنوع من مش قادره. انا فعلا سمعت عن المتلازمه ديت وقريت عنها ان هي فعلا متلازمه. ان الواحد بيشتهي حاجات غير مقبوله، يعني بياكل حاجات غير مقبوله. وفي واحده انا يعني اعرفها شخصيا كانت بتتوحم على الطوب الاحمر وتقعد تاكل طوب احمر، هي دي متلازمه. ولما شخصوها فعلا قالوا ان هي متلازمه بايكه دي. تمام، هي بتبقى اضطرابات ناتجه عن موضوع نقص المعادن بالنسبه للاطفال طفل التوحد يعني. بنتكلم عليها ان هو في مشاكل كتيره قوي، والامهات بتستغرب هو ليه بيعمل كده. احنا بننصحها لو في اي حاجه زي كده لازم نشوف هل هو المنشا حسي ولا في مشكله في نقص المعادن. بنروح نعمل تحليل في المعادن، وبيتم الدكتور المختص في الكلام ده، وبيشوف المعادن الزائده او الناقصه، وبعدين بيدي العلاجات، وان شاء الله بتبقى نتيجه بتظهر بسرعه يعني. تمام يا دكتور. تمام. بجد انا سعيده جدا عشان وقت حلقتنا. انا سعيده جدا بالمعلومات الجميله ديت وبالاستراتيجيه الجميله ديت. اتمنى ان كل واحد يطبق الاستراتيجيه اللي الدكتور قال عليها، لان احنا فعلا في مصر بيتم يعني التعامل مع اطفال طفل التوحد بشكل فردي وجلسات فرديه. فبلاش ان احنا نعتمد كل حاجه على الجلسات الفرديه. الولد دوت زي ما الدكتور قال هو عنده مشكله في التواصل الاجتماعي، فندمجه وسط اطفال ويتم الحاجات ديت وتطبيقها يا جماعه في المدارس، لان المدارس كلها او معظم المدارس بلاش نقول كلها فيها فعلا غرف مصادر وتصرف عليها كتير جدا، وهي مقفوله علشان مفيش ناس متخصصه تقدر تتعامل مع الغرف دي. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واستنوني في حلقات تانية من برنامجكم حوار مع ياسمين.